مع افتتاح مهرجان سوسة الدولي، لكم موعد مع الفنان مروان علي في سهرة طرب بمشاركة الفنانة صفاء سعد، وذلك يوم الجمعة 12 من جويلية على الساعة 10 ليلا بمسرح الهواء الطلق سيدي الظاهر. تباع التذاكر بمسرح الهواء الطلق سيدي الظاهر، المركز الثقافي محمد معروف وسليم سنتر. مهرجان سوسة الدولي برعاية